من النادر أن تشهد رياضة كرة القدم مشاركة لاعبين كبارا في السن، نظرا لما تتطلب هذه اللعبة من لياقة بدنية وسرعة جيدة، لكن اللاعب شكري ييغيتير البالغ من العمر 57 عاما كسر هذه القاعدة، إذ يشارك حفيده الشاب إسماعيل ديميرتاش ذا 18 ربيعا اللعب في فريق عمر لسبور في مدينة ماردين التركية. عمر لسبور هو فريق ينافس في دوري الدرجة الثانية للهواة تحت قيادة الكابتن شكري. رغم أنني أبلغ من العمر 57 عاما إلا أنني أستطيع اللعب 90 دقيقة كاملة دون انقطاع أو حتى التعرض للإصابة. في أيامنا لم نكن نعثر على الأحذية الرياضية، وفي بعض الأحيان كنا نصنع من ملابسنا الداخلية أطقما للعب بها. حالياً كل شيء متوفر، الكرات والأحذية والبلوزات بأحدث طراز. جيل الشباب لديه الكثير من الفرص، كنا نلعب الكرة في أحلك الظروف، لذلك أدعو الشباب لممارسة الرياضة. بدأ شكري مسيرته الكروية في فرق الأحياء الشعبية في مدينة ماردين عام 1972، ثم انتقل إلى اللعب في دوري الهواة، وتنقل خلال 38 عاما بين العديد من فرقها. جدي رياضي من الطراز الرفيع، وفي كثير من المواقف يكون مثلي الأعلى. بدأت كرة القدم بفضله، إنه كابتن الفريق وأحب شخص إلى قلبي، يعاملني في الملعب كقائد فريق وكجد في بعض الأحيان. شكري متزوج ولديه 6 أبناء وحفيدين، ويشغل حاليا منصب رئيس النادي وكابتن الفريق في آن واحد.